بالأرقام نتعرف كيف تؤثر مباريات المونديال بحسب استطلاع موقع جولف تالنت. 77% من موظفي منطقة الخليج يخططون لمشاهدة بعض المباريات على أقل تقدير. أيضاً 41% من الموظفين في دول الخليج المشاركين في نفس الاستطلاع يخططون لمشاهدة المباريات أثناء ساعات العمل. 16% من الموظفين المشاركين بالاستطلاع خططوا ويخططون أيضاً للسفر من أجل متابعة مباريات كأس العالم في قطر. 1 من كل 6 أشخاص من المشاركين في الاستطلاع قالوا بأنهم سيشاهدون المباريات سراً أثناء العمل عبر بث الإنترنت المباشر. على كل حال من الأردن سألنا الناس هل يؤثر المونديال على إنتاجيتكم في العمل؟ فلنتابع. طبعاً بعد الأربعة صرنا نعطل خلص، يعني لو سكر على الأربعة أحسن، عرفت شو؟ يعني شغيلي صار إذا بده أي شغل بعد الأربعة خلص روح وين ما بدك، ما في شغل نهائياً. صراحة أثر على السوق بس أنا مبسوط عشان نأخذ راحتنا ونعطل ونحضر راحتنا. لا على الإنتاجية لا، إذا الإنسان يعني برمج وقته ويكون في عنده إدارة للوقت حقيقة ما بيأثر. وبعدين مش كل المباريات لازم تحضر، بس المباريات اللي فيها فرق لها قدرة على أنها تعطي إنعكاس، يعني تعطي انطباع أنه الفريق بيلعب كويس. والله المونديال أثر في طريقة سلبية، تعرف كل يوم أو كل يوم بعد يوم يكون في مباريات، وكل يوم بيكون في حوالي 5-6 مباريات، يعني لو مباراة تأخذ منك 3 ساعات 3 مثلا في 5 أي 15 ساعة إذا كنت متابع يعني بشكل كبير. فوالله صراحة أثر بنسبة كبيرة على الشعب وعلى كل الناس. يعني والله هو أثر على الكل الصراحة. بتعرف أنت هون متقسمين عنا واحد أرجنتيني وواحد إسباني هون، فيعني بشكل عام هو راح يأثر على الكل أكيد. والله في حتى بعد المشاكل بعد المباريات يوقف عملها مباشرة، يعني بقول لك ما بعد المباراة